وإذا بهذه المشاهد أنه منشوف صور وهي تأخذ جزء من وديعتها بالدولار الأمريكي طبعا من أجل معالجة شقيقتها كما تقول اللي هي بالمستشفى وبحاجة إلى علاج. وهذه عملية الاقتحام اللي عم نرجع نشوفها هي من صرخة المودعين. جمعية صرخة المودعين واكبت هذه السيدة في عملية الاقتحام، وهي تقول أن هذه العملية لم تكون الأخيرة لأنه في كثير حالات إنسانية حرجة جدا. أصحاب الودائع بحاجة إلى ودائعهم لمعالجة هذه الحالات، وأبرز هذه الحالات تتعلق بالصحة وبمعالجة ناس بالمستشفيات اللي ما بقى عم تتقاضى إلا بالدولار الأمريكي. إذن نشاهد إذن معان عملية اقتحام المصرف. قدي دقت بويب وسكرت بويب بوجة لوصلت تعمل هيك برأيك؟ نعم، هلأ في بيان من جمعية صرخة المودعين بيقولوا في تم اقتحام بنك بلوم بانك فرع السوديكو من مودعين من جمعية صرخة المودعين، واحتجاز رهائن وتهديد من مودع.